الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد ربي ارض عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام أزكى الأزكياء.
السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بسرق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى
كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يغضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى بلى الأكوان بلى الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نورك الوضع حبيبي محمد 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 خير المرسلين كفاك فضلا في العلا الأعلى كفاك فضلا في العلا الأعلى دنا فتدلى قضى قوسين حبيبي محمد
محمد محمد خير المرسلين يا الله يا بديع بلغنا جميع يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرة الشفيع خير الثقلين حبيبي محمد 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 خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وغر نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير البرية نظر إليا خير البرية نظر إليا ما أنت إلا يا بحر فاضلين
قبل البنية خير البنية نظر كم ذا أنادي يا خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي يا في عبادي يا نور عيني حاشاك تفول عنا وتبخال حاشاك تفول عنا وتبخال يا خير مرسال ارحم شقيا صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا
وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفى حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فما لا النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع رسول الله نكست أصنام شرك ومن الشرك تصدع ودأنا وقت الهداية وحمى الكفر تزعزع يا نبي رسول الله صلوات الله
مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي رسول الله أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى قدها من هولنا فضاع يا نبي يا رسول الله مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا 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 فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا يا عظيم المن يا رب مرحبا مرحبا شملنا بالمصطفى اجمع مرحبا 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 وبه فانظر إلينا مرحبا مرحبا واعطنا به كل ما طمع مرحبا مرحبا واكفينا كل البلايا مرحبا
مرحبا مرحبا وادفع الآفات وارفع مرحبا 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 واسقينا يا رب أغيثنا بحياة هطالية ما واختم العمر بحسنى وحسن العقبى ومرجى صلى الله على رحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الطهر وآله والصحابة ما سناشا صلى الله على صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه يكافي مزيده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما فهم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولقد شرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة